بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة شباب هنشتغل مع بعض تصميم القواعد، نراجع مع بعض الشغل اللي احنا كنا اشتغلناه طول الترم. اشتغلنا لاي اوت، لود كالكوليشن، لود كيسز، تصميم الكاميرات السيمبل والكونتينوس للميزانين فلور. بعدين اشتغلنا تصميم الرافتر، الفريم رافتر، صممناها هوت رول سيكشن، بعدين صممناها بيلت اب سيكشن. اشتغلنا كرين جيردر، هوت رول سيكشن، بيلت اب سيكشن. بعدين بدأنا introduction في الأعمدة الباكلينج لينس، بعدين تصميم الأعمدة الهوت رولد، تصميم الأعمدة الكومبايند، بعدين تصميم التابرد سيكشن سواء كان للأعمدة أو للرافتر، بعدين تصميم البيرلينز الهوت رولد سيكشن والكولد فورمد. الهوت رولد سيكشن هي بالظبط الكونتينوس بيم، ولكن بدل ما شكلها اي سيكشن هيكون شكلها تشانل. والكولد فورمد ان شاء الله في وقت تاني ان شاء الله لضيق الوقت هنبقى نتعرض لها، ولكن خلينا دلوقتي واقفين على الهوت رول سيكشن. ان شاء الله اخر حاجة النهاردة ان شاء الله هنعملها هي تصميم الاواعد، تصميم الايه البيزز بتاعتنا، الهنج بيز والفيكسد بيز، الهنج بيز والفيكسد بيز. طيب بالنسبة لتصميم القواعد مبدئيا كده هندسة، انواع القواعد اللي عندنا هنج بيز وفيكسد بيز. ان شاء الله في الفيديو ده هحاول لو كان طويل ممكن اقسمهم على 2 فيديو، بس هنبدأ ان احنا نشتغل بالايه هندسة بالهنج بيز. الهنج بيز هندسة هي القاعدة اللي جاي عليها نورمال وشير، بس القاعدة اللي جاي عليها 2 فورس بس، نورمال وشير، مفيش مومنت. القاعدة اللي مفيش مومنت، اللي انا مش عايز ان انا اسمح بايه هندسة روتيشن فيها، مش مهم ان يكون عندي فيه ايه روتيشن فيها. طيب دلوقتي بالنسبة للقاعدة هيكون عبارة عن ادي العمود بتاعي، هي عبارة عن العمود بتاعي، بعدين ملحوم في ايه هندسة، ملحوم في البيز بليت، ملحوم في البيز بليت، وطالع رقبة عمود، طالع من القاعدة رقبة عمود خرسانة اللي هي اسمها ايه كولم هيد، رقبة عمود خرسانة. ايه يا عم اللي حصل في رقبة العمود؟ رقبة العمود دي متثبتة في الايه هندسة، طالع منها 2 انكر بولت، مسمارين، طالع منها مسمارين، المسمارين دول مربوطين في البيز بليت، البيز بليت ده ملحوم فيه العمود وهكذا. طيب نبص على الشكل هنا اوضح، يبقى عندي ادي رقبة العمود اهي، بعدين ادي المسمار، المسمار ده رابط ايه، رابط البيز بليت في الايه في رقبة العمود، بعدين العمود نفسه ملحوم. طب الكلام ده بيتثبت ازاي؟ الملي بيفرق عندي في الستيل؟ بيثبت الاول المسمارين دول في قاعدة العمود قبل ما يصبها بشبلونة خشب شبه البيز بليت كده، بس بدل ما هو حديد هيكون خشب، بيظبطه الاول تمام، وبياخد عليه لقطات مساحية بحيث ان هو يتأكد ان هو مش مايل من اي جنب، ويتأكد ان هو مظبوط. وانس ان هو اتثبت يبدأ ان هو يثبت البيز بليت كمان فيه، وينزل العمود وايه هندسة ويتلحم في الايه ويتلحم فيه. اول عمود بيجي بالبيز بليت الستيل وينزل ويتربط فين؟ ويتربط في المسمارين الانكر بولت. طيب ده البلان بتاعها، ادي العمود اهو، وادي المسمارين، وادي الايه، ادي البيز بليت. ده كده منظر الهنجد بيز، ده كده منظر ايه هندسه الهنجد بيز، القاعده اللي عليها شير ونورمال بس. طيب ايه الحاجات اللي عندي هنا؟ الحاجات اللي عندي هنا مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نمسك اللودنج باس من اول ما الحمل بيتنقل من العمود لغايه القاعده. الحمل ماشي فين يا هندسه؟ ماشي في الاي دي، هيتنقل بعد كده الايه للبيز بليت عن طريق ايه الويلد. يبقى انا اول حاجه لازم اشيك عليها هو اللحام اللي ما بين العمود والبيز بليت، العمود اللحام ده. بص في لحام ماشي مع الويب اهو، واللحام تاني ماشي مع الايه مع الفلانج داير من دايره اهو تمام. يبقى انا اول حاجه لازم اشيك عليها هندسه ايه اللحام. طيب حلو قوي. تاني حاجه هندسه لازم تشيك عليها ايه هي؟ الاسترس. هل العمود الخرسانه ده هيقدر يستحمل الاسترس اللي هينقله العمود الستيل ده ولا لا؟ هل الكولم هيد الصغيره دي او القاعده الخرسانه دي تقدر تستحمل ولا لا؟ الكومبريشن اللي هيجي نتيجه العمود ده هيكسر الخرسانه ولا لا؟ هشيك على اجهاد الايه هندسه البيرنج بتاع العمود، البيرنج ستريسز. يبقى انا كده اول حاجه شايك عليها اللحام، تاني حاجه شايك عليها الايه اجهاد الايه البيرنج اللي عندي. طيب تالت حاجه عندي ايه هندسه دلوقتي؟ تالت حاجه عندي الانكر بولت. ايه الانكر بولت دي؟ المسامير دي، المسمارين دول. يبقى انا دلوقتي لازم اشيك على الانكر بورت، اصمم المسمارين دول
فاي كام، طولها كام، الكلام ده كله حلو. بعدين رابع حاجة أصمم عليه، أشيك عليه السيكنس بتاع البيز بليد، السيكنس بتاع البيز بليد، هل محتاج أزوده شوية، هل هو ويست، الكلام ده. يبقى أنا دلوقتي عندي أربع حاجات أساسية لازم أشيك عليهم. أول حاجة الويلد اللحام، تاني حاجة البيرنج ستريس، تالت حاجة الأنكور بولت، رابع حاجة البيز بليد. يبقى إحنا كده مقسمين الشغل بتاعنا على إيه؟ على الأربع أجزاء دول. تعال نروح نبدأ. اول حاجه ان انا عايز اشيك على اللحام بتاعي، تعال نشوف خصائص اللحام بتاعتي. خصائص اللحام بتاعتي لو كان النورمال فورس اللي عندي دي النورمال فورس كومبريشن، يعني لو كانت كومبريشن نازله لتحت يبقى دي ليها تعامل، لو كانت تنشن ليها تعامل. احنا هنعمل فوكس على ايه في الكورس بتاعنا ده؟ ان هي كومبريشن، اللي هي كومبريشن طبعا ده لضيق الوقت. يعني مبدئيا اول حاجه انت بتفرض ان السايز بتاع اللحام بتاعك من 6 ل 10، لان احنا في المباني الايه الاوردينري حسب ما الكود قال لنا. طيب بص دلوقتي ده شكل الايه، ده شكل البيز بليت، ده شكل الايه العمود. العمود المسافه دي الفلانجه دي اسمها بي، البعد ده اسمه بي اللي هو الايه البي فلانجه بتاعتي. طيب والطول ده بتاع العمود اسمه ايه؟ اسمه اتش. طيب ايه عندي يا عم البي كابيتال والال؟ البي كابيتال والال دي ابعاد الايه هندسه البيز بليت. طيب قال لك العمود بيرفرف من كل جنب، البيز بليت ده بيرفرف من كل جنب من 2 ل 3 سنتي، من 2 ل 3 سنتي في الاتجاه ده ومن 2 ل 3 سنتي في الاتجاه ده. جميل قوي الكلام ده، مش فارق معايا. يبقى انا دلوقتي ايه اللي فارق معايا؟ عايز اشوف شكل اللحام. بص اللحام بقى هندسه، لو انا عندي نورمال فورس ضربه في النص كده، فتلاقي اللحام اللي عندك ايه، ادي الويب كله اهو، الويب من هنا والويب من هنا، يبقى 8 من 10 من ايه، من طول الويب. تمام، 8 من 10 من طول الويب، تمام، الويب ملحوم من ناحيتين. وبعدين عندي اربع قطع داخليه، اربع قطع داخليه ده الايه البي فلانجة. تمام، يبقى 4 من 10 من البي فلانجة، اربع قطع داخليه طولهم 4 من 10 بي فلانجة، وقطعتين بطول الايه البي فلانجة، وقطعتين بطول البي فلانجة. طيب بالنسبه للنورمال فورس يا هندسه، النورمال فورس لو تفتكر في ستيل واحد لما احنا كنا شغالين قلنا ان النورمال فورس في الحاله دي بيأثر على كل الاريا بتاعت اللحام، لان هو بيضغط كل الاريا بتاعت اللحام. طيب بالنسبة للشير، لا الشير اللحام بيشيل في الاتجاه اللي ماشي فيه، يعني الشير هيبقى في الاتجاه الايه هندسة الهوريزونتال، يبقى هيشيل ايه، هيشيل في اللي هو الهوريزونتال ايه، الهوريزونتال ويلد. يبقى انا اول حاجة لازم احسب الاريا ويلد بتاعت الويب، وهي عبارة عن 2 لان هم خطين لحام في 8 من 10 اتش في الاس سمك اللحام، 8 من 10 اتش في سمك اللحام في 2. طيب بالنسبة للفلانجة بقى هندسة، عندي اربع قطع في 4 من 10 بي زائد قطعتين في ايه في البي، والكلام ده كله مضروب في الاس اللي هو سمك اللحام. ومن هنا اعرف اجمعهم، اجيب الاريا ايه هندسه، اجيب الاريا توتال، وهي مجموع الاريا فلانج زائد الاريا ويب. كده انا جبت الايه الخواص بتاعت الاريا بتاعت اللحام. ممكن اروح اعمل تشيك على النورمال اللي هو بيأثر على اريه اللحام كلها، على الاريا ايه هندسه، على الاريا توتال. يبقى انا المفروض تشيك النورمال او النورمال ستريس عباره عن النورمال على الاريا ويلد ايه توتال. طيب حلو قوي الكلام ده، لا يتعدى 2 من 10 من الاف التيمت بتاعت اللحام اللي هي بناخدها، هي نفس الاف التيمت بتاعت الحديد. حلو، طيب ايه 6 من 10 ده؟ اه تعالى بص الملحوظه دي، بقول لك في حاله ان انا عندي نورمال فورس لو هي كومبريشن ولو هي تنشن. تعالى نفكر تاني، لو هي دلوقتي تنشن، لو هي تنشن يعني لو كانت العمود ده بيتشد من البيز بليت، فاللحام دلوقتي شايل بنسبه 100%، يبقى اللحام بيكون شايل بنسبه 100%، النورمال ده يبقى النورمال على الاريا. طب في حاله ان هي كومبريشن، فالفورس بتتنقل ايه؟ الفورس مش بتتنقل عن طريق اللحام بس، لا في 40% هيتنقلوا عن طريق الكونتاكت اريا ما بين البيز بليت والعمود، اللي هي الكونتاكت اريا دي اللي هي ما بين البيز بليت والعمود لان هو ساند عليه، هي كومبريشن فورس. وفي 40% هيتنقلوا عن طريق ايه هندسه اللحام، في 60% هيتنقلوا سوري عن طريق اللحام، يبقى 40% عن طريق الكونتاكت اريا بين العمود والبيز بليت، وال 60% اللي باقيين هيكونوا عن طريق ايه هندسه اللحام. يبقى دلوقتي النورمال فورس اللي هاخدها تبقى 6 من 10 من النورمال فورس ده اللي هو شايك عليه في اللحام على الاريا ويلد توتال، لا يتعدوا 2 من 10 من الاف التيمت. بالنسبه للشير، لا الشير بيأثر على الاريا ايه، اريا ويلد الهوريزونتال اللي هي بتاعت الويب دي، يبقى الشير كيو على اريا ايه، على الاريا ويلد بتاعت الايه الويب هندسه. حلو كده، كان في انتر اكشن اكويشن كنت بعملها اه لما كنت بشتغل لحام، وهي كانت جذر الاستريس سكوير بتاع النورمال زائد 3 الايه الشير سكوير اللي هو بتاع الشير، يعني الستريس بتاع الشير. وطبعا احنا كنا قلنا التفصيله دي كانت امتى، قلناها لما درسنا الايه اللحام.
الكلام ده هقارنه بايه؟ واحد واحد من عشرة في الاجهاد بتاع اللحام بتاع القلاوة، والاتنين من عشرة من الاف التيمت بتاعة الحديد او بتاعة اللحام، اللي احنا بناخد نفس الايه الاسترس الستيل بتاع الحديد هو اللحام. كده احنا خلصنا اول نقطة، وان احنا شيكنا على ايه هندسة على اللحام سواء النورمال او الشير، وعملت انتراكشن ايكويشن ما بينهم. حلو قوي الكلام. بعدين انت عايز ايه؟ يعني انا دلوقتي تاني خطوة عندي هشيك على البيرنج ستريس اللي هو الخرسانة. شيك على البيرنج ستريس اللي هو خرسانة اللي هو النورمال، المفروض هقسمها على البي في ال. ايه هندسة البي في ال دي؟ البي في ال، البي هندسة في ال، البي دي في الايه في ال. واحنا قلنا ان دلوقتي ال دي هي عباره عن، لو قلنا مثلا الرفرفه 2 سم يبقى 2 من هنا و2 من هنا، يبقى ال دي هي عباره عن اتش زائد 4 سم، والبي كابيتال دي اللي هي البعد بتاع البيس بليت كله عباره عن البي فلانجا زائد ايه 2 من الجنب ده اهو و2 من الجنب التاني، يبقى بي زائد 4 ايه هندسه 4 سم. يبقى انا قسمت النورمال على البي في ال، البي دي كلها في ال دي كلها، يبقى انا دلوقتي هعرف اجيب البيرنج ستريس اللي جاي لي على الكولم هيد ده. وبيقول لك في رقمين في الكود، صفحة 37 في الكود تقدر تخش لهم. صفحة 37 بيقول لك لو كان اجهاد الخرسانة 350 يبقى لا يتعدى البيرنج بتاع كام؟ 100 كيلو جرام على السنتي سكوير. لو كان اجهاد الخرسانة 250 لا يتعدى البيرنج بتاعي 75 كيلو جرام على السنتي سكوير. طب لو انا كنت بصمم على ستون مثلا او في صخر او بتاعي، يبقى هتوصل ل 40 او 35 كيلو جرام على السنتي سكوير، ولكن احنا بنتعامل مع الحاله مثلا ان احنا الخرسانه 250. المهم تكون عارف انت شغال ازاي. طيب بعد كده اهو تصميم الانكر بورد. يفضل وانت بتصمم الانكر بورد انك انت وانت بتصمم تصمم على 2، ممكن تنفذهم ايه هندسه؟ تنفذهم 4، تصمم على 2 وتنفذهم ايه هندسه؟ 4. بس احنا دلوقتي هنصمم على 2. هو ايه الانكر بورد ده؟ الشير بتاعي هو عبارة عن الكيو على ال n باي على 4 فاي سكوير. n ده عدد المسامير تمام، والكيو دي هي الفورس بتاعت الشير، والفاي ده هو قطر المسمار. الشير بتاعي لا يتعدى 2 من 10 من الاف التمت للبورت الواحد، او 25% من الاف التمت للبورت الواحد، وده طبعا كان بيختلف او كان بيعتمد على الجريد بتاع المسمار. طيب لو احنا اخدنا مبدئيا واحنا بنبدا ديزاين هنبدا بالاقل، وهنشوف لو احتاجت اكتر هنزود. المينيمم عندي هم مسمارين، والفاي بتاعتي المينيمم بتاعتي هي 20، هنعوض بالمسمارين دول وهنحط نساوي الاستريس بتاع الشير بالالوبل، وهنشوف الايه هندسه، وهنشوف عدد، وهنشوف القطر بتاع المسمار طلع كام. انما لازم تكون عارف هندسه ان المينيمم بتاع الديامتر بتاع المسمار الواحد 20 مللي 2 سنتي، وممكن تستخدم 20 او 22 او 25 او ايه هندسه او 36. وملحوظه تانية، الستيل اللي انت بتستخدمه وانت بتستخدم الانكر بولت هو ستيل 52. الاف التيمت بولت بتاعته بكام يا هندسه؟ ب5.2، وطبعا هتبقى تستخدم الاستريس اللي هو ربع بكام في الاف التيمت بولت، مش 2 من 10 اف التيمت بولت، لان الستيل بتاعي عالي تمام. كده هندسه كده بالنسبه للايه لديزاين الانكر بورد. طبعا كل ده هيبان معانا في المثال اللي احنا هنحله. طيب رابع خطوه عندنا هي ديزاين الايه هندسه البيز بليت. انا عايز اصمم البيز بليت. البيز بليت زي ما احنا قلنا ان هو بيرفرف من كل جنب عن العمود من 2 ل 3 سنتي. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي لما اصمم البيز بليت هيبقى عندي العمود ده لما بيضغط على البيز بليت، ايه اللي ممكن يحصل في تخيلك؟ ايه اللي ممكن يحصل هندسه؟ ان ممكن يكون الضغطه بتاعه العمود او الكومبريشن فورس بتاعه العمود كبيره قوي او زياده قوي، فايه اللي يحصل؟ فالبيز بليت ده تلاقيه رفع من الجنب ده ورفع من الجنب ده ورفع من الجنب ده. يبقى انا دلوقتي عايز اعمل تشيك على البيز بليت بتاعي والسيكنس بتاعه، هل يقدر يتحمل الاستريس اللي جاي عليه ولا لا. طب هعمل ايه؟ هاخد شريحة هندسة فيكسد فري، وهو هتبقى عبارة عن البيز بليت من بعد اللحام بتاع العمود، من بعد اللحام بتاع العمود لغاية طرف البيز بليت، ما هنسميها اكس فيكسد فري. والاسترس اللي جاي عليها انا كنت لسه حاسبه اللي هو الايه البيرنج استرس اللي هو النورمال على البي في الايه هندسة، على البي في الايه في ال، النورمال على البي في ال تمام. ادي النورمال تمام، ادي النورمال على البي في ال. كده انا جبت الاف ايه الاف بتاعت البيرنج. طيب بعد كده الاكس، الاكس دي عبارة عن ايه؟ الاكس دي هندسة من بعد اللحام لغاية الطرف. حلو. يبقى انا ممكن اقول البي كلها ناقص التي ويب
ناقص 2 الاس اللحام على الاثنين، يبقى انا كده جبت الحته دي زائد الحته دي، لما اقسمها على الاثنين يبقى انا جبت الجزء ده تاني. يبقى انا هندسه عندي من بعد اللحام هنا، من بعد اللحام هنا هو ده يبدا الايه الفيكس بتاعي، يبقى انا لازم ابعد ايه اشيل جزء الايه اللحام، يبقى الاكس بتاعتي هي الايه المسافه دي، اعرف احسبها ببساطه مفيش مشكله. طب وبعدين عايز اشوف المومنت اللي جاي لي، المومنت اللي جاي لي على الايه على الشريحه دي. طب انا دلوقتي معايا الاف بي ومعايا الاكس، المومنت هيبقى عباره عن ايه؟ اف بي في الاكس، يبقى انا كده ركزته اضربها في اكس على الاثنين، يبقى انا جبت الايه هندسه المومنت، يبقى المومنت عباره عن اف بي في الاكس سكوير على الاثنين، اف بي في الاكس يبقى انا ركزته اضربها في اكس على الاثنين اللي هي نص المسافه، يبقى انا جبت المومنت اللي جاي على الايه على جزء او ماكسيمم مومنت اللي جاي على البيز بليد. حلو قوي الكلام ده. ممكن اخش اجيب الاستريس، هي عباره عن الام اوف واي على الاي، ام اوف واي على الاي، بس انا لو لقيت ان الاي بتاعتي مع الواي بتاعتي هي علاقه في التي اللي هو السيكنس بتاع البليت، ممكن اختصرها بانها 6 ام على تي سكوير، وكنا ثبتناها قبل كده، وكنا ثبتناها قبل كده. يبقى الاستريس بتاعي هو عباره عن الستة ام اللي هو المومنت على التي سكوير اللي هو سيكنس البليت سكوير. تمام، سيكنس البليت سكوير. حلو، يبقى الاستريس بتاعي ده انا ممكن افرضه الالاوبل ستريس انتنشن بتاع الحديد اللي هو مثلا 58% اف يلد، اللي هو لو الحديد مثلا 36 يبقى 1.4، لو الحديد مثلا 40 تبقى 1.6 وهكذا. تمام، يبقى دلوقتي بعد ما اطلع هنا هحط الالاوبل ستريس، هنا هحط المومنت، هجيب الايه هجيب السيكنس. طب طلعت التي السيكنس بتاع البيس بليت اقل من 2 سنتي او اقل من 20 مللي، استخدم المينيمم بتاعي هو 20 ايه هندسه 20 مللي او 2 سنتي. حلو قوي، ممكن ما يكونش الكلام ده وصل لك بنسبه 80%، بس ان شاء الله يبقى بنسبه 100% لما نبدا نحل مثال. المثال عندنا عمود اي بي اي 400، النورمال اللي جاي على القاعده من تحت كام؟ 10 طن، والشير 4 طن، والستيل بتاعي 37، والاف سي يو بتاعتي بتاعت الهيد كولم هيد بتاع العمود 250 كيلو جرام على السنتي سكوير، وعايزين نعمل ديزاين للايه هندسه للهنجد بيز دي. هنعمل زي اول حاجه بالنسبه للدايمنشنز اللي عندي، انا اي بي اي 400 اشوف الاتش بتاعت كام؟ ب 40 سنتي، وبالنسبه للبي ب 18 سنتي. بالنسبة لل احنا قلنا هنزود 2 سنتي من اليمين و2 سنتي من الشمال، وبرده نفس الكلام البي، يبقى بالنسبة لل هنزود 2 سنتي من اليمين و2 سنتي من الشمال. تمام، يبقى دلوقتي ال 40 دي بقت 44 بالنسبة لطول الايه البيز بليت، ونفس القصة دي في الاتجاه الايه القصير، تبقى البي بتاعتي 18 زائد 2 سنتي زائد 2 سنتي تبقى بكام؟ ب 22. دي أول خطوة إن أنا جبت الدايمنشن. أروح أشيك على الأربع حاجات اللي أنا عايزه، أفتكر معاك الويلد أول خطوة، تاني خطوة البيرنج، تالت خطوة اللي هي هندسة الانكر بولت، رابع خطوة البيز بليت. يبقى اول خطوة الويلد، هفرض الويلد بتاعي بستة، دي نفس القوانين اللي احنا كنا لسه كتبناها من شوية. الويلد هفرض السكنس بتاعي بستة، اجيب الاريا ويب، تمام اريا ويلد الويب اللي هم الخطين دول، بعد كده اجيب الاريا ويلد للفلانجات، الفلانجات كلها، بعدين الاريا توتال، بعدين 6 من 10 بقى احنا عرفنا دلوقتي عندنا كومبريشن، يبقى انا دلوقتي 40% بس هيروحوا ناحية الايه من ناحية البيز بليت، وفي 6 من 10 من ان ده هيروح نتيجة الايه الولد. تمام، بعد كده الشير، لا الفرصة الشير هتاخد الاريا ايه ويلد ويب وشيك انتراكشن ابوش. تعال نبدأ اول حاجة الاريا ويلد بتاعت الويب، افترضت الاس بتاعتي بستة ملي والاتش بتاعت الويب بكام؟ ب 40، يبقى 2 في 8 من 10 في كام؟ في 40 في 6 من 10، طلعت الاريا ويلد للايه للويب بالنسبة للاريا ويلد للفلانجة. طيب احنا عندنا اربع قطع قلنا، في 4 من 10 من البي اللي هي 4 من 10 في 18 زائد قطعتين في 18، الكلام ده كله مضروب في الاس اللي هي كام؟ 6 من 10. تمام كده طلعنا اريا ويلد للايه للفلانج، اجمعهم على بعض كده جبت الاريا ويلد ايه هندسه توتال. بعد كده اروح اشيك على النورمال، 6 من 10 في ال10 طن اللي هي النورمال على التوتال 77.28، طلعت كام؟ 77 علامه 0، 77 طن على السنتي سكوير. طبعا الكلام ده لا اقل من كام؟ من 2 من 10 في ال3.6 من 10. ايه ال3.6 من 10 دي؟ ده هو ده الاف التيمت بتاعت الستيل اللي احنا برضو بنستخدم اللحام بيه. نفس القصة دي عملتها مع الشير، الشير عندي 4 بس مقدروق على انهي هو اريا بتاعت الويب اللي هي كام؟ 38.4 من 10، طلعت 1 من 10، اقل طبعا من ايه؟ من اللو. اعمل انتر اكشن ايكويشن ما بينهم،
النورمال سكوير زائد 3 في الشير سكوير تحت الجذر طلعت ب 196 من 1000. الكلام ده اقل برضو من القلاب المضروب في 1.1، يبقى عندي الويلد بتاعي سيف، الويلد بتاعي ايه هندسه سيف، وانا مستخدم اقل سيكنس للايه للحام. طيب تاني خطوه عندنا هعمل تشيك على البيرنج، اشوف عمود الخرسانه بتاعي ده هيستحمل ولا لا. يبقى النورمال على البي في الايه هندسه في ال، النورمال على البي في النورمال ب 10، طبعا احنا عايزين نخليها بالكيلو جرام، بنقارن بالكيلو جرام واضربها في 1000 على البي اللي هي 44 في الايه في ال اللي هي كام، سوري ال 44 في البي بكام، ب 22، طلعت 10 33. تمام، اقل من كام احنا في الاول بنقارن على العمود بتاعي اف سي يو 250، يبقى هقارن ب 75 كيلو جرام، يبقى هي اقل طبعا من 75 كيلو جرام على السنتي سكوير. يبقى بالنسبه لتشيك البيرنج تمام، اروح اعمل ديزاين للانكر بورت بالنسبه للشير. طبعا اجيب الفورس الشير دي هيقاومها ايه، هيقاومها ان عدد مسامير في باي على 4 فاي سكوير. يبقى الاستريس بتاع الشير انا هفرضه بكام يا هندسه، انا هفرضه بربع كام، ربع والمسمار بتاعي الاف التيمت بولت بتاعته ب 5.2، يبقى ربع في الاف التيمت بولت اللي هي 5.2 بتساوي 4 على 2، فرضنا عدد المسامير ب 2 باي على 4 فاي سكوير. ومن هنا اجيب الفاي بتاعتي، الفاي بتاعتي طلعت بكام، بواحد بوينت 3.9، الفاي بتاعتي طلعت ب 1.39، يبقى انا اخد الفاي مينيمم بكام، ب 20. هاخد الفاي مينيمم قلنا اقل قطر 20، اقل قطر بتاعي ان انا استخدمه 20، يبقى انا كده استخدمت مسمارين قطرهم كام يا هندسه، قطرهم 20، مسمارين القطر بتاعهم كام 20، ده المينيمم. طيب بعد كده هروح اعمل ديزاين للبيز بليت، رابع خطوه ديزاين للبيز بليت. واحنا قلنا اول حاجه هاخد شريحه بتاعتي فيكسد فري عليها الاف بيرنج، اف بيرنج احنا كنا حسبناها قبل كده ب 10.33 كيلو جرام على السنتي سكوير. تمام، اروح احسب الاكس بتاعتي اللي هي قلنا ايه ال 22 ناقص الايه 86 من 100 اللي هو سمك الويب ناقص 2 في الايه اللحام، سمك اللحام على الاثنين، يبقى انا جبت الحته اللي متهشره دي بس، يعني ده سطول الحته دي الاكس دي بس، طلعت ب 9.97 سنتيمتر. ومن هنا اروح احسب المومنت معايا الاف بيرنج ومعايا الاكس بتاعتي، حسبت المومنت بتاعي طلع 513.4 كيلو جرام سنتي، كيلو جرام سنتي، بس انا شغال دايما الاستريس بتاعي بالطن ايه، طن سنتي، يبقى انا هحول الكيلو جرام للطن سنتي، يبقى بوينت ونص طن ايه هندسه طن سنتي. يبقى انا دلوقتي الاف قلنا هنستخدم اف الاول بتاعي هو التنشن نتيجه البيندنج ده، يبقى 58 من 100 اف يلد. تمام هندسة، عن الاف فيلد بتاعتي ب 2.4 في 58 100 هيساوي 6، في المومنت بتاعي 0.5134 على التي سكوير، التي طلعت بكام، السكنس طلع 1.48 سنتي، ما كملش ال 1.5 سنتي، بس المينيمم سكنس للايه للبيز بليت كام يا هندسة، 2 سنتي. يبقى انا دلوقتي استخدمت السكنس بتاع البيز بليت 2 سنتي وابعاده 22 في 44. نروح نرسم رسمة للإليفيجن ورسمة البلان، نحط عليها الداتا بتاعتنا والديزاين اللي احنا عملناه. بالنسبه للبلان انا عندي العمود بتاعي اي بي اي 400، السايز اوف ويلد الهوريزونتال بتاعي او الفيرتيكال ويلد ب 6 مللي، بعدين عندي مسمارين 2 انكر بولت 20، والبيز بليد كام 2 سنتي، البي فلانجه بكام ب 18، البي للبيز بليد ب 22، الاتش كام بتاعت العمود 40، ال ال بتاعت البيز بليد ب 44. بالنسبه ادي الكولم هيد، طبعا هنا المفروض يكون في تحشير بس هو مش باين، بس هو موجود بس هو مش باين هنا يعني. بعد كده ادي البيز بليد، بعدين ادي الهوريزونتال ويلد يبان بقى من الجنب بتاعه اهو. تمام، بعدين ادي الايه هندسه، ادي العمود وادي الانكر بورت وادي الانكر بورت. طبعا ايه الطول بتاع الانكر بورت ده جوه العمود قد ايه، هو طول ال دي ديفلوبمنت لينس، هو طول الايه الطول بتاعه في الكومبريشن، الانكر بورت دي عليها كومبريشن نتيجه النورمال، فبناخدها ال دي حسب الكود 40 الفاي، 40 الديامتر بتاع الايه بتاع المسمار. طيب انا هختم الفيديو ده على كده، ان شاء الله الفيديو الجاي هنشتغل مع بعض الفيكسد بيز. يبقى احنا دلوقتي اشتغلنا الهنج بيز لما تكون الفورس بتاعتي نورمال فورس وشير، ما اشتغلناش التنشن، ان شاء الله في وقت تاني نشتغل التنشن، بس نركز دلوقتي ونعمل فوكس على النورمال فورس مع شير، نورمال كومبريشن مع شير. ان شاء الله الفيديو الجاي عشان بس ما اطولش الفيديو هنشتغل ان شاء الله الفيكسد بيز.
يلا بالتوفيق إن شاء الله.